السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاس حضارات الدول وتقدمها وحسها الإنساني بمدى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ويقاس نضج مجتمع ما بمدى حسن تعامله مع المعاقي. في كل الدول المتقدمة تجد أحسن مواقف وأحسن أماكن مخصصة للمعاقي، تركب الطائرات فتجد اهتمام خاص بالمعاقي، مع كل معاق تجد مرافق، بنية تحتية ممتازة تراعي الاحتياجات الخاصة للمعاقي، تسهيلات في وسائل المواصلات، مؤسسات تعليمية ومرافق خدمية وطرقات، ابتكروا تقنيات حديثة تساعد المعاقين على التغلب على المشاكل التي يواجهوها، أخرجوهم من سجن الإعاقة إلى عالم الإنتاج فاستفادت بلدانهم منهم وجعلت منهم منتجين. أما في بلادنا وما شابهها من البلاد المعاقة فإهمال المعاقين زادها إعاقة فوق الإعاقة التي تعاني منها سياسيا واقتصاديا وتعليميا. في الدساتير الأوروبية مادة تقول لا يجوز الانتقاص من حق أي شخص بسبب إعاقته، وتكفل لهم فرص الحصول على وظائف. هذا المعاق شخص طبيعي ربما يكون أفضل مني ومنك. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى في المعاق، يعني نحكم عليه وفق طريقة تفكيره ومستوى أدائه في عمله وليس وفقا لإعاقته. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليس المعاق من فقد السمع أو البصر أو النطق أو أقعدته الحركة، إنما المعاق قعيد الهمة. كل إنسان معرض للإعاقة سواء كانت إعاقة ذاتية أو إعاقة بدنية أو إعاقة أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء. من تضامن إنك ماشي في الشارع تصدمك سيارة تكسر رجلك وإنك ماشي على عكاز؟ المعاق ما يشتي منك تعطف عليه ولا تنظر له نظرة شفقة، يشتي فرصته في الحياة والعمل والإبداع، يشتي يعيش في المجتمع بدون حرج من إعاقته. واجبنا أننا نشجعه، ليس لأنه معاق بل لأن المجتمع سيستفيد منه ومن عمله وخبرته ونجاحه. ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون ما لا يملكه آلاف وملايين الناس، وهو أنهم يتمتعون بإرادة حديدية تتخطى بكثير الإرادة التي نمتلكها. أحدهم دخل موسوعة جينيس بعد أن قطع ما يقارب 26 ألف كيلومتر في رحلة شملت أوروبا والمغرب في أشهر. البنوك الأوروبية تجد فيها موظفون من فئة المعاقي. مركز اتصالات في أوروبا مكون من بنايتين يعمل فيه 2400 شخص معاق على مدى 24 ساعة، وكلهم من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وزير الداخلية الألماني شولي وزير برغم مشكلته الحركية معاق. المعاقين في أوروبا وفي الدول الراقية يمنحون مزايا منذ ولادتهم حتى الوظيفة. أحد الأخوة العرب المغتربين في أوروبا يقول أنه رزق بطفلة عمرها 5 سنوات ناقصة في النمو منذ ولادتها، كل شيء ميسر لنا، فالحكومة تدفع إعانة لها وتوفر مكان للمعاقين في كل مكان لركن السيارة، والمواصلات مجانية لهم ومن يرافقهم مجانا، قطار مترو أتوبيس معها مدرسة مساعدة في الفصل، معها مساعدات خاصة في السكن، معها أدوية، معها علاج مجاني. لدرجة أني أعرف معاق لغوا رحلة المدرسة لأنه لم يذهب معهم. الحاصل أننا نعزل هذه الفئة مجتمعيا منذ البداية. المفروض أن المدارس ورياض الأطفال تكون مشتركة لكي ندمج هذه الشريحة من الأطفال مع غيرهم منذ النشأة. المشكلة في بلادنا ليست في أنه لا يوجد بنية تحتية لتأمين حياة المعاق وتسهيل تنقله في الشوارع، بالعكس المعاقين في بلادنا وفروا لأنفسهم بنية تحتية دون الحاجة لمساعدة من الحكومة. تجد معاق اخترع دراجة ينتقل بها دون الحاجة لأحد، وتجدهم يعتمدون على أنفسهم في كل شيء. المشكلة التي تواجههم هي نظرة الناس، الناس ينظروا إليهم وكأنهم كم مهمل لا فائدة منهم، وبالتالي فالمعاق يعاني من ضغوط نفسية عديدة، ولكن لا يجب أن نعتبره شخصية مهمشة ليس لها أي فائدة أو دور في الحياة. المعاقون في بلادنا يعانون من الوحدة والعزلة ومن سوء استغلال الجميع لهم، سواء منظمات أو مجتمع أو جمعيات أو حكومة، والجميع يخذلونهم في منحهم حقوقهم في التعليم الجيد، في الحصول على وظائف،
ينبغي توعية المجتمع بثقافة المعاق. أين دور وسائل الإعلام في إظهار النماذج الإيجابية للمعاقين وإبراز مواهبهم وقدراتهم على تخطي الصعاب؟ قبل أيام لفت انتباهي خبر تلفزيوني لمعاقين عراقيين ربتهما استرالية فحققا أفضل الجوائز العالمية كل في مجاله. ولماذا نذهب بعيدا؟ شوفوا معاملة المعاق في المملكة العربية السعودية. في قانون العمل الجديد أو ما يسمى بالسعودة، توظيف سعودي بين كل 10 لدى رب العمل، وإذا كان معاق يحسب بخمسة أشخاص، يعني بين كل 50. وفي القاهرة تشاهد جميع عمال مطاعم كنتاكي من المعاقين، ويا الله كم هم رائعون ويتمتعون بذوق هائل مع الزبائن. المعاقين هؤلاء خرج منهم أسطورة الأدب عبد الله البردوني، وخرج منهم الشيخ الجليل محمد حسين عامر رحمة الله تغشاهما، وهم مبدعون يتمتعون بحس عالي في الإبداع لا يملكه الكثير من الصحاح. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهم متحدثون لبقون وحافظون مجدون ومجتهدون، وبأعمالهم ملتزمون وبقوة حواسهم مدهشون. وهناك فن اسمه فن التعامل مع المعاقين، ثقافة يفتقدها مجتمعنا. لا يجب أن تركز على إعاقته، لا تنظر إليه بشفقة وعطف. حدث قبل سنوات أن أحد المسؤولين في إحدى المحافظات قال لمجموعة من المعاقين ذهبوا للمطالبة بدرجاتهم الوظيفية، ما مفاده أنا مش مستعد أدي الدرجات لمجموعة من المخبولين. من الذوق أيضا عدم الفضول في طرح الأسئلة، مثل مثلا تسأله احكي لي عن سبب الإعاقة ومن أين أتت وكيف بتاكل وإيش بتشرب ومن بيهتم فيك. يا أخي هذا المعاق يمتلك من القدرات ما لا تمتلكه في كثير من الأحياء، ولا يريد منك لا شفقة ولا عطف، لكنه يريد أن ينال الفرصة لإثبات ذاته مثله مثل أي مواطن. بعض الأسر اليمنية ترفض إلحاق أبنائهم المعاقين في برامج ومراكز المعاقين بدافع متخلف مفاده أن هذا عار وعيب على الأسرة ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وهم بهذه الحركة يرتكبون جريمة في حق ابنهم. والأفظع من ذلك أنك تجد عائلات تتمنى موت أي فرد منهم يصاب بإعاقة عقلية أو غيرها، وخصوصا البنات المعاقات. فحسبنا الله ونعم الوكيل، استودعكم الله.